لماذا يتغير الزوج بعد ولادة زوجته؟ إيش هي الأسباب المؤدية إلى فتور العلاقة الزوجية في هذه الفترة بالتحديد؟ الأهم من هذا كله، كيف يجب أن تتعامل المرأة ما إذا لاحظت تغير زوجها ومعاملته لها بعد الولادة؟ هنتكلم في هذا الموضوع ونفسية المرأة تحديدا مع ضيفتنا في الاستوديو دكتورة ريهام قصاص، معالج زواجي وأسري. أهلا وسهلا فيك دكتورة ريهام. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. يعني إحنا اليوم بنتكلم على السيدات بشكل مرة قوي، تكلمنا عن المشاكل العضوية اللي ممكن تصير لها أثناء الولادة في هذه الفترة، لكن الآن بعد الولادة هذه المرحلة تحديدا كيف تتغير نفسية المرأة، وليش دائما المرأة تحس بهذا النقص من زوجها؟ أوكي. طبعا اللي قاعد بيصير إنه التغيير هذا هي مرحلة من مراحل دورة الحياة الأسرة أو دورة حياة الزوجين، فالمراحل الانتقالية هذه حتتطلب إنه الاثنين يحتاج انه يتكيفوا على الوضع الجديد هذا. ففي البدايه يصير عدم توازن في اي 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 متغير. المتغير هنا هو، ولا اللي داخل عليهم هو الطفل الجديد وشخصيه الطفل الجديد ومتطلبات الطفل الجديد هذا، فحيضطروا الاثنين انهم اهتمامهم يصب لهذا الطفل، لهذا الطفل، وكمان في نفس الوقت انه ما ينسوا ان هم عندهم وحده، وحدتهم كزوجين يحتاجوا كمان انهم يحافظوا عليها. دحين تحدي اكبر انه ايش لازم نسوي عشان لسه نحافظ على علاقتنا احنا الاثنين، بعيدة عن وجود الطفل، بعيدة عن دوري بس كمجرد ام او اب. فهذه من الاشياء اللي تاثر. جميل. والله دكتوره ريهام خليني ارجع كثير ورا. اتذكر اول ما جبت بيبي، كثير ورا كثير، 10 سنوات يعني مو هذا. اتذكر انه قديش حياتنا احنا تغيرت، لدرجة أنه فجأة أطالع أقول أنا من متى ما تحملت أنسى. يعني كانت حياتي، شوف إلى أي درجة الطفل متى ينام، متى يأكل، متى يشرب، لدرجة أن الواحد ينسى أدق التفاصيل لي شخصيا. هذا التغير طبيعي أنه هو يحصل، صحيح. لكن هل التغيير في العلاقة ما بين الزوجين يكون من الرجل أو من المرأة، أنه هي أصلاً عندها تغيرات فسيولوجية ونفسية، هرمونات مو مرتاحة مع جسمها الجديد، هذه الأشياء كلها حيكون في إنه هما الاثنين ليهم يعني جزء من الحل أو جزء من المشكلة. فإذا كانت التكيف حقهم في إشكالية، فمعناته كل واحد فيهم قاعد يعمل حاجة معينة اللي قاعدة يعني تزود الفجوة هذه فيما بينهم. تمام. وكل واحد فيهم عنده استطاعة أنه يغير شيء بسيط اللي حيخلي الفجوة هذه تكون أصغر وأصغر فيما بينهم. في أشياء كثير تسويها المرأة يمكن خاصة بعد الولادة الأولى، أشياء غلط يعني ما تلاحظها ولا تنتبه لها، يمكن هذه تأثر على علاقتها الزوجية. إيش الأشياء الخاطئة أو الممارسات إذا نقدر نقول الخاطئة اللي تعملها المرأة بعد الولادة؟ هو عدم التحدث عن التغيير هذا اللي صار، الصمت أو الانسحاب أو أشياء المعاكس، ممكن يصير النقد. كل واحد أو كل واحدة إلا مو جايب من أسرة المنشأ كتالوج معين كيف مفروض الحياة الزوجية إنها مفروض إنها تمشي، كيف مفروض دور الأم والأب إنه مفروض إنه يكون، ففرض هذا الكتالوج على شريك الحياة إنه إذا أنت كنت أب صالح فالمفروض إنه هذه كل الأمور إنها تصير منك أو تيجي منك، من غير حتى بس فرضها، من غير حتى التحدث عنها. طب دكتورة يعني بسطي لنا إياها أكثر، إيش الأشياء اللي ممكن تصير؟ اللي ممكن يصير إنه كل واحد فيهم يبدأ ينتقد الثاني على على الطريقة اللي هو يتفاعل فيها، فكل ما واحد انتقد كل ما الآخر كان دفاعي أو هجومي، أو واحد انتقد والثاني كان منسحب، كان بيصمت وينسحب. الاثنين هذه ردود أفعالهم في مشاعر حقيقية. ليش الـ 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 الأزواج بتصرفوا مع بعض بالطريقة هذه؟ إلا ما يكون في إما إنه في خوف أو في قلق أو في حزن، ما كان موجود معايا فترة حملي، كان مسافر أو كان مشغول بالعمل، هذه مثلا من بعض الأشياء، بس ما أتكلموا عن هذه الجروح ممكن اللي كانت موجودة. هل مثلا موضوع الولادة كان هل سهل، كان زي ما هي تتوقع أنه يكون، كان يكون في حوار، صحيح، مو الحوار يكون أفضل؟ أجي وأجلس معه وأقول له كل حاجة مضايقتني، حتى لو زي ما ذكرت رؤى أنه جسمي متغير، أقول له، أشكي له، أحكي له. صحيح يا. بس إيش اللي يصير أنه الكبرياء يمنع الناس أنهم هم يشاركوا هذه الأحاسيس مع شركاء حياتهم؟ لو أنا قلت له إنه جسمي بدأ يتغير، فممكن هو يبدأ يشوف إنه جسمي بدأ يتغير، فأنا ليش إنه أسأل عن هذه المواضيع؟ هو شايف
يعني احنا فعليا نحكي انه هو شايف، يعني شايف انه جسمك تغير، شايفك بعد الولاده الاولى كيف صرتي، شايف اشياء كثير تغيرت فيكي. صح. طب اجلسي واحكي له عن الاشياء هذه، حيكون في اخذ وعطاء، يقولها اي والله متغير، بس ممكن يدعمها بحاجه معينه، ممكن يخليها يعني في واحده من صاحباتي كان جايب لها اشرطه، يعني سيدي هي اشرطه السيدي، وانه تتمرن بالبيت علشان وكان يشاركها. صحيح. يعني دعم، جالس يدعمها ويدعمها معنويين بالكلمه، طريقته. يعني بالكلمه. صح. ايوه صحيح. ليش ما يكون كذا؟ ايوه عشان هم قدروا الاثنين يكونوا واعيين انهم يشاركوا مشاعرهم، بس اللي بيصير كثير بس الناس يشوفوا ردود الافعال، ممكن تحس بالخجل وتنسحب ما بتبين. قولي يعني بولي. يعني ايوه جتني دحين فكره اسال هذا السؤال. دكتور ريهام، كمعالج اسري وبتشوفي حالات كثير قدامك، او ممكن تجيك سيدات خصوصا بعد الولاده، احنا بنتكلم في دي المرحله تحديدا او في هذه الفتره، تجي تقول لك من الاخر كذا بكل وضوح انه قلت رغبه زوجي فيها، او العكس ممكن هي تقل رغبتها في العلاقه الزوجيه، مما يؤثر على علاقتهم بشكل عام، تبدا هي تبتعد، يبدا الزوج يبتعد، ويصير في نفور في العلاقه. صحيح ولا لا؟ صحيح. كيف تقدر تساعديهم؟ طيب انا احتاج اني ابدا افهم انه في اسره المنشا، في طريقه تربيتهم، هل كانت مثلا العلاقة الحميمة يتكلموا عنها في البيت، كان أوكي الكلام هذا يتكلموا عنه، أو أنه كانت في مثلا رؤية سائدة أنه المرأة بعد ما تولد خلاص أنه هذا دورها أنها هي تولد. إذا كانت الفكرة هذه أنه المرأة بس دورها أنها تولد وتجيب أطفال، وأنه العلاقة ما بين الشريكين حتختلف بعد وجود الأطفال، وكانت هذه الفكرة مسيطرة، وهذه الأفكار تكون ترى هذا مصدرة من الثقافة اللي الواحد بيعيش فيها. فإذا ما سووا تشيك على هذه المسجات اللي بتجيهم، فنحتاج أن نتكلم عنها، أو أنه فعلا يكون في التغييرات هذه اللي صارت خلت الواحد يحس نفسه أنه هو يعني مو واثق من نفسه. فهل الرجل ما يثق في نفسه في هذا الموضوع؟ يعني احنا الحين السيدة عارفين وضعها، كانت حامل، نحفت، طلعت لها ترحلات مثلا ما بعد الولادة، طلعت لها امور مثلا كنا نتكلم قبل شوية مع دكتورة مها، كمان سيرتش مارك، يعني هذه مصيبة كمان. كنا نتكلم مع دكتورة مها عن المشاكل اللي ممكن تحدث في المهبل وجدار المهبل بعد الولادة، فهذه الامور كلها تخلي السيدة هي اللي تقل ثقتها في نفسها. صح. لكن الرجل ايش اللي يخلي الرجل تقل ثقته في نفسه؟ يا هو ايش فكرته انه هو كزوج انه بعد ما زوجته جابت الاطفال او اول طفل او ثاني طفل او بعد سنين، فهل هو الفكره انه نحن لسانا شريكين حياه لنا حياه خاصه بعيده عن الاطفال، ولا انه خلاص انه بعد ما نجيب الاطفال خلاص هي زوجتي بس للاطفال؟ هذه هل المسؤوليه تلعب دور في هذا الموضوع؟ يعني انا احس بصراحه انه يمكن لما يكون في طفل تبدا المسؤوليه. انا اسفه ان انا يعني بس ابغى من جد اعرف النقطه هذه تحديدا، ليش الزوجين الاثنين بيبتعدوا عن بعد ما بعد الولاده؟ هل الطفل هنا بيلعب دور كبير انه انت في مسؤوليه سواء كانت من الام سواء كانت من الاب، حتى لو كانوا مثلا بيتعاونوا في التربيه، في مسؤوليه هنا، هو هيجيب حفايض وحليب وهيجيب عطادات جايب عطاده انا امس، وهيشغل باله كمان حتى هو يبغى ينام عنده دوام بكره، فالطفل بيبكي. هذه الاشياء هل هي كمان مؤثر؟ اكيد طبعا، هي مرحله انتقاليه، وعاده الناس ممكن ينتقلوا من غير يتاثروا بس يرجعوا يتكيفوا، بس متى تصير المشكله؟ لما ما بيتكيفوا، لما المسؤوليات. طيب انتوا كنتوا كزوجين، كمان في سؤال نسأله، قد إيش قعدوا قبل ما يجيبوا أطفال؟ هل دوهم أتزوجوا وعلى طول بعد 9 شهور جاهم طفل، أو بعد سنة جاهم طفل؟ فحتى ما تكيفوا على بعض كأزواج، ما أخذوا على بعض بالضبط، حتى المسؤوليات والأدوار. فلما إجوا دحين للأسرة اللي كونوها هذه وعندهم طفل، كيف شكل المسؤوليات كانت في أسرته هو كزوج؟ كيف شكل المسؤوليات أو دور الأم والأب في أسرتها؟ هل شاركوا بعض هذه القصة؟ شاركوا بعض كل واحد إيش شايف إنه هو مفروض إنه يجيب للطاولة هنا، ويبنوا مع بعض الكتالوج حقهم المناسب لأسرتهم؟ هذه الأشياء إذا ما تكلموا عنها، إذا ما رتبوها، هنا يعلقوا، وممكن يجي الطفل اللي بعده هم لسه ما حلوا المشكلة هذه، ومن هنا تبدأ تصير في تبادل الاتهام، إنه كل واحد مقصر، إنه كل واحد مو فاهم إيش مسؤولياته، عشانهم ما أخذوا الوقت إنه يتفهموا بعض. طيب دكتورة ريهام، واضح إن كل المشاكل اللي ممكن يمروا فيها الزوجين في هذه المرحلة مفتاحها الحوار الحوار الحوار. صحيح. ولكن في أشياء ربما تعتبر شوي معقدة
اللي هي الأشياء اللي لها علاقة بالعواطف، مثلا الغيرة. بنسمع كثير من الرجال بيغاروا بعد ما يكون عندهم طفل أول، لأنه الاهتمام مو يغاروا من الطفل، يغاروا أنه ما عاد فيه اهتمام. وفعلا في هذه الفئة جزء منهم أو من الرجال ممكن يجيهم هذا الشعور أنه قل الاهتمام بي، صار الاهتمام بهذا الطفل بطريقة أو بثانية. يا أنه يكون في ضغط على الأم هذه أنك أنت صرتي ما تهتمي، أنت ما بتعطيني وقت، أنت ما بتفطريني زي زمان، أنت فبالتالي يبدأ يتغير عليها ويروح لأحد ثاني ممكن يحتوي. صحيح. كيف تصرف الزوجة؟ كيف ممكن تحقق هذا التوازن ما بين الحياة الجديدة اللي هي عايشتها وفي نفس الوقت داري بالها على الرجال؟ صحيح، هو حياخد منهم هم الاثنين انهم هم يبداوا يدركوا انه نحن في مرحله هذه نحتاج نحن الاثنين زي ما قلنا نحافظ على وحدتنا كزوجين، مو بس كيف نفهم شعور الغيره هذا. ايوه، فاذا هو حس بالغيره هذه يحتاج انه يتكلم انه انا حاسس بالغيره، انا حاسس بالحزن انه ما صرتي تهتمي فيا، هل انت موجوده عشاني انا؟ هل انت مهتمه فيا؟ هذا السؤال هو اللي هو ما بيقوله، صح ولا لا؟ هو بيبين رده الفعل، الغيره، النقد، الهجوم، الدفاعية، رمي الكلام. وهي في المقابل إيش ممكن تسوي؟ يا إما ممكن تنسحب أو إنها تكون هجومية كمان. فهذه ردود الأفعال، عشان كده إحنا نحاول نساعدهم ونقول لهم بليز حاولوا إنكم أنتوا تعبروا عن مشاعركم، عشان لما واحد فيهم يبدأ التغيير ويبدأ يعبر عن مشاعره، فإلا ما النمط هذا يلين والشخص الثاني حيضطر، أول مرة حيكون ممكن هجومي دفاعي، إلا ما في النهاية حيضطر إنه هو أوكي كل مرة أنا بسوي هذا الشيء شريك حياتي ممكن بحسن الإحساس، أنا لازم أجرب إني أنا أعدل ولو حتى شيء بسيط. هو دائما دكتورة المرأة خاصة لما تحمل أول حمل إذا ما حسسها إنها للآن جميلة، للآن حلوة، حتى بعد الولادة للآن أنت أفضل شخص بالكون، دائما المرأة تحتاج الدعم، حتى الدعم الحكي، يعني الدعم المعنوي عندها مرة مهم خاصة بهالفترة. يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، نورتينا. طبعا دائما نقول أنه أي حاجة تقوي ثقة المرأة بنفسها لازم نعملها، معلش شركة، والحوار دائما أهم من أي حاجة بالعلاقة الزوجية. فاصل وراجعين. لأن صحتكم مهمة جدا على قلوبنا، أتمنى أنكم تباشروا في الكشف المبكر. صدقوني طريقة جدا سهلة وتراه متواجد في كل مكان، وقدامكم العافية. الكشف المبكر للتأكد من سلامتك وسلامة أهلك من أمراض الثدي وسرطان الثدي دليل على تحضر وقاية. لا تنتظرون الأعراض واكشفوا كشف مبكر، ترى 95% تشافوا بإذن الله. تطمنوا وطمنونا، وقدامكم العافية. كل شيء مع العافية طيب، لا تنتظرون لين تظهر عليكم أعراض معينة، اكشفوا الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وحنا في شهر أكتوبر، قدامكم ألف 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 عافية إن شاء الله. لا تستحي، روح اكشف وتطمن، لأنكم تمونا نبيكم تكشفون، وقدامكم العافية.